لماذا ربنا سبحانه وتعالى يعاقب العباد الخاطئين والمذنبين عقوبات شديدة كيفا وطويلة مدة؟ على أثر شرب الخمر مثلا كذا يصنع به، كما سيأتي إن شاء الله عند استعراضنا لبعض الأحاديث في تفاصيل هذه العقوبات في الأيام القادمة. أجاب العلماء أو يمكن الإجابة على ذلك بعدة إجابات. الإجابة الأولى أن هذه في الواقع ليست عقوبات، وإنما هي نفس الأعمال لكن تبينت للإنسان في ذلك المكان. هذا بناء على نظرية تجسم الأعمال في يوم القيامة جدا واضح. ما هي نظرية تجسم الأعمال؟ يقول بعض العلماء أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان من سيئات في هذه الدنيا لا يلقى جزاءها في يوم القيامة، وإنما يلقاها هي نفسها، ولكن في هذه الدنيا كانت بصورة غير حقيقية، في يوم القيامة يراها بصورتها الحقيقية التي هي عبارة عن عذاب وعذاب دائم. مثلا عندما يقرأ الآية المباركة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذول حقيقة بناء على هذه الفكرة قاعدين يأكلون نار، وإن كانت مستورة الآن عنهم إلا أنهم في الواقع هم يأكلون النار. متى يشوفونها؟ في عالم آخر، ذلك العالم فيه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في تلك الدنيا ما كنت ترى الحقائق تامة، كما لا ترى الملائكة وهي موجودة، ولا ترى الجن وهم موجودون، ولا ترى الجاذبية وهي موجودة، ولا ترى قوة المغناطيس وهي موجودة، ولا ترى ولا ترى،